السلام عليكم وأهلا بكم في ميزان الأسرة على قناة جيل دي زاد الإلكترونية. موضوع اليوم يتعلق بالجرائم المساء بنظام الأسرة، في جرائم الإخلال بحقوق الأولاد، وثاني جريمة تناولوها هي جريمة عدم التصريح بالولادة، وهذا في القانون الجزائري. هل عدم التصريح بالزيادة ابن مولد متوفيا مجرم قانونا؟ المشرع الجزائري أوجب التصريح بالولادة، لذلك فعدم التصريح بالولادة يعتبر مخالفة لنص المادة 62 من قانون الحالة المدنية. عدم التصريح بالولادة هو فعل مجرم بنص قانون العقوبات، وهذا بنص المادة 442 من قانون العقوبات، ومما جاء في نصها أنه من حضر ولادة طفل ولم يقدم عليها الإقرار المنصوص عليه في القانون خلال الموعد المحدد يعاقب بالحبس إلى مدة قد تصل إلى شهرين. من هم الأشخاص محل المساءلة الجزائية في حالة عدم التصريح بالميلاد؟ المشرع الجزائري اعتبر أنه حتى في حالة ولادة الإبن ميتا وعدم التصريح بولادته يرتب المسؤولية الجزائية لمن حضر الولادة، وهذا لأن حضور الولادة شرط لقيام المسؤولية الجزائية، بالإضافة إلى عنصر الامتناع أو عدم التصريح بالميلاد خلال الأجل القانوني المحدد. هل يمكن التوسع في المساءلة الجزائية لأشخاص آخرين؟ المشرع الجزائري توسع في أمر المساءلة الجزائية، واعتبر أنه يمكن حتى مساءلة الأشخاص الذين حضروا الولادة، واعتبرهم مطالبون بالإدلاء بالتصريح المقرر قانونا، هذا إذا لم يقم به الأب أو الأم، كما يمكن أن يشمل الجزاء حتى الشخص الذي ولدت عنده الأم. ما هي المدة الزمنية للتصريح بالولادة؟ التصريح بالميلاد يكون خلال 5 أيام من الولادة، وهذا طبقا لنص المادة 61 من قانون الحالة المدنية، وهذا من الأشخاص الملزمين بالتصريح بالولادة. موضوع الجرائم المساء بنظام الأسرة ما زال مستمر، إلى اللقاء في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.